اغلب الدول اللي انتشر فيها بالشكل ده بالجوله اللي انت عملتها ده بقى ايه، كان استهتار جدا؟ طب انا هقول لك ايطاليا تحديدا، انا واحد من الناس انا مش متابع قوي للحياه السياسيه الداخليه الايطاليه، كان فوجئت بجدل ايطالي غريب جدا في بدايات، خد بالك هو المعضله دي فضلت، يعني احنا سامعين عن كورونا كده جاي من بعيد، الصوت عمال يقرب يقرب لغايه بالظبط نص فبراير، يعني احنا قبل نص فبراير احنا كلنا بنتعامل معاه لانه انفلونزا حاجه مش مفهومه، ده الصينيين بياكلوا خفافيش فما موتوا، يعني مالناش كانه مش قضيتنا، هم كانوا كده برضو بالظبط، بس احنا الجدل عندنا قلب عند الحكومه جد، قال لك لا في ايه، فابتدينا ناخد حذرنا شويه، هم ما خدوش حذرنا، هم طلعوا استخفوا بالموضوع، شوفي العكس، يعني احنا عندنا كنا معدل الحذر عندنا بيعلى، وفي رويسة لدول بعينها بتتكلم عنهم وغيرهم، هم نفسهم يعني طلعوا قالوا ده اي ده كلام ده انا عايز اقول لك، يعني انا زمايلي الاكاديميين اللي في امريكا بيتعاملوا معاه بانه هو واحد من اسباب انتشار الكورونا في امريكا، لانه طلع قال لك ده هوكس، يعني كلام فاضي، وده الميديا بتقول، والديمقراطيين عايزين يبوظوا العمليه الانتخابيه وعايزين يوقعوا الاقتصاد، خد الموضوع لانه كانه صراع حزبي داخلي، ده اللي حصل في ايطاليا برضو. الراجل رئيس الحزب الحاكم في ايطاليا قاعد في صوره شهيره جدا، قاعد ماسك بيره كده وقاعد جنبه ناس وكاتب يقول لك ايه، لن نغير طريقه حياتنا من اجل كورونا، مش هنغير حياتنا احنا زي ما احنا، فطبعا الشباب الصغير يقول لك، فبتعمل يقول لك ايه ده، طب اخرجوا بالعشرات وبالمئات، المرض ده فيه عيب زي الرئيس اشار اليه النهارده واللي كنت بتكلم عنه، ان هو يقدر فجاه واحد ممكن ينشر المرض في جامع كامل او في كنيسه كامله او في معبد كامل او في استاد كامل او في سينما كامله او في مدرسه كامله، لمجرد ان هو عمال يعمل نشاطه العادي وهو مش باين عليه، ده حيوي جدا ونشيط جدا وياخد ده بالحضن ويهزر مع ده، فاللي حصل بالظبط انه المرض ده بيمشي كده، بيمشي بيفضل ماشي بالراحه بالراحه بالراحه، وبعدين فجاه تلاقيه راح طالع كده، يعني الامراض التانيه العاديه بتمشي كده، يعني قصدي ايه، مع الزمن تلاقيه ماشي بالراحه وتطلع كده، بقى ده في الاسبوع الثاني والثالث، يعني بيبقى بعد ما الثالث والرابع بتبقى دي بقى الكيرف اللي بيزيد فيها، فاحنا علشان كده لما الرئيس عمال يقول استحملوا كمان اسبوعين او كلام، يعني ايه، ما تخليش نفسك تتعرض للمرض، ما احنا اغلبنا مش عيانين، يعني العالم كله على فكره، بس الناس ما تتخض، العالم كله ما فيش فيه غير 300 الف واحد مثبت ان عنده كورونا، وبالمناسبه منهم حوالي 100 خفوا، بس هي المشكله فين، اللي احنا عارفينه ان المرض ده مش بيطلع كده، مش بيطلع يعني واحده واحده، ده ممكن ال 300 الف دول خلال 10 ايام يبقوا 3 مليون، و3 مليون خلال 10 ايام تاني يبقوا 30 مليون، يعني اللي خضنا خد العالم بما فيه مصر انه القضيه مش ان انا عندي 5 النهارده بكره 15 وبعده 20 لا وبعد، ما كل واحد ممكن يعدي كام حد بالظبط كده، وبعدين ملوش علاج بقى، دي الحاجه الثالثه، فبالتالي هتموت.